طيب هلأ لما خدنا ال هرجع تاني بس افكركم، لما خدنا الكوانتيزيشن خدنا الترانسفير فانكشن دي. الترانسفير فانكشن دي بتقول ايه؟ بتقول ان سيرتن رينج، او خلينا الحته اللي احنا شرحناها، سيرتن رينج من الانبوت كله بياخد نفس الاوت، نفس الليفل بتاع الاوت خلاص. وزي ما شفنا ان في الكوانتيزيشن ايرور، لو رحنا للايكويشن اللي وصلنا في الاخر اللي هي دي، افكركم بس الار دي عباره عن ايه. دي عباره عن النمبر اوف بيتس كورسبوندنج ل النمبر اوف ليفلز بيزد على الرينج من الماكسيمم للمينيمم خلاص. فبالتالي لو انا عندي سيجنال ده الماكسيمم بتاعها وده المينيمم اهو، ده المينيمم، هقسمها ل عدد من الليفلز سي 1 2 3 4 كده، قسمناها مثلا على 8 خلاص. لو لقينا ان لو لقينا ان السيجنال دي الكونتوزيشن ايرور بتاعها الاستيل عالي، هنعمل ايه؟ هنا طبعا ال L ب 8 وال R بكام؟ ثلاثة. ال R ب 3. ال R دي اللي هي ال number of bits اللي عامل لهم كودينج، اللي قاعد من كودينج 8 ليفل ليفلز فيها. فبالتالي ال L ب 8 وال R ب 3. لو لقينا ال signal to quantization noise ratio still not acceptable هنعمل ايه؟ يعني ايه still not acceptable؟ يعني صغير ولا كبير؟ كبير. لا صغير. صغير لان ده هو خلي بالك signal to noise ratio، فهو كل ما زاد السيجنال، يعني السيجنال على النويز، كل ما زاد السيجنال كل ما كان احسن، فده كل ما يزيد كل ما كان احسن ماشي. طيب فبالتالي لو لقيناه لسه صغير هنعمل ايه؟ هنزود ال R، ده البارامتر اللي موجود في الايكويشن هنا اهو، هنزود ال R اللي هو يعني هنزود ال R number of bits، وبالتالي هنزود ال number ايه of levels. فايه اللي هيحصل؟ فدلتا اللي هي الستيب سايز ما بين الليفلز وبعضها هتقل. طيب طيب فبالتالي احنا هنا عندنا الفاريبل ده نقدر نتحكم فيها عشان نوصل لسيرتن سيجنال تو نويز. في بعض الكيسز بقى بيحصل عندنا، فكرتكم بس بالكونتازيشن، يعني في بعض الكيسز بقى بيحصل عندنا ان السيجنال بيبقى شكلها عامل كده، يعني مثلا حوالين الزيرو ومن وقت للتاني بتاخد values كبيرة خلاص، سواء بالبوزيتيف او بالنيجاتيف. فلو جيت هنا قلت الماكسيمم اهو مثلا والمينيمم اهو، هعمل ايه هنا بقى؟ لو انا قسمتهم زي ما عملت في الرسمة اللي فاتت على عدد من ليفلز ايكوال كده بايكوال بايكوال سبيسنج بالشكل ده، يبقى انا عندي ايه؟ هتبص هتلاقي في الحتة دي، في الحتة دي هتلاقي اللي يحصل، يعني هتفتكر عندي الريسيفر الشكل هيطلع عامل ازاي؟ حد يتوقع الشكل يبقى عامل ازاي؟ تبقى عند هيبقى الزيرو كونسترول متصفرة كتير عند الزيرو. بدل ماشي الخط قطع. لا هو في اتنين بس اتكلموا في نفس الوقت. ماشي قول طب تاني يا كريم. كنت بقول يا دكتور انها تبقى اغلب الفاليوز عند الزيرو يعني. اغلب الفاليوز عند الزيرو بالظبط. فلو احنا مثلا حطينا
حطينا ثريشولد هنا، طبعا الثريشولد في النص ده ثريشولد، ده ثريشولد، ادينا الثريشولد في النص هنا. هتبص هتلاقي اولموست النص اللي تحت ده، يعني الليفلز اللي هي معظمها موجوده في حوالين الزيرو، هتلاقي اولموست النص اللي تحت ده هيبقى هياخد الليفل ده، والنص اللي فوق هياخد الليفل اللي فوق طبعا، والليفل اللي هو الكبير ده هياخد ده، والليفل الصغير اللي تحت هياخد ايه، هياخد ده. فهتبص هتلاقي في الاخر السيجنال لما تيجي تحولها عند الديستنيشن من ديجيتال لانالوج تاني، ايه اللي هيحصل؟ هتلاقي فيها ديستورشن جامد، يعني الايكويشن اللي احنا استخدمناها دي مش ابلايد، الايكويشن اللي هو استنتجناها بتاعت السيجنال تو نويز ريشيو. يا دكتور، هو ده الجراف بتاع سنجل تو نويز ريشيو؟ هو ده جراف؟ الجراف ده بيمثل ايه يا دكتور؟ ده السيجنال مع التايب. تمام، السيجنال بالنويز ولا السيجنال بس؟ لا دي السيجنال، السيجنال نفسها ذا فويس مثلا، يعني مثلا واحد بيتكلم بليفل معين وبعد كده فجأة مثلا يعني على صوته وهكذا، فبالتالي ايه معظم السيجنال موجودة حوالين ليفل حوالين الزيرو، يعني دي مش نويز، دي السيجنال نفسها. ماشي. ماشي دكتور. طيب في الحالة دي أعمل إيه عشان أحل مشكلة زي دي؟ حاجة من الاتنين، لا إما أزود عدد الليفلز قوي، لا إما أزود عدد الليفلز قوي، وبالتالي هيبقى عندي عشان أجيب الريزوليوشن كويس في الحتة اللي هي حوالين الزيرو دي، هزود عدد الليفلز. طبعا لو زودت عدد الليفلز في الحته دي ومشيت يونيفورم كده، ايه اللي هيحصل؟ هبص الاقي ان انا في الحته اللي هي تحت دي والحته اللي هي فوق بزود عدد الليفلز تقريبا من غير لازمه، يعني خلاص. طب تزويد عدد الليفلز ده هيعمل ايه؟ هتلاقي ان الار كبرت قوي، وبالتالي محتاج باند ويدث كبير قوي. او الحل التاني ان انا استخدم ليفلز قليله، وبالتالي في الحاله دي هساكريفاي ايه الكواليتي بتاعت السيجنال، لان الكواليتي بتاعت السيجنال هتبقى مش حلو. فاقترحوا حاجه، قالوا طيب نعمل ايه، نعمل حاجه اسمها كومباندنج. الكومباندنج ده جاي من كلمه كومبريشن واكسبانشن، ان انا السيجنال اللي هي الرينج بتاعها صغير ده احاول اعمل لها اكسبانشن اكبرها، والسيجنال الكبيره دي اللي هي عامله مشكله اصلا ايه احاول اقللها. ده الكلام ده فين؟ عند الترانسميتر. فبالتالي هعديها على سيركت كومباندنج، يبقى ده الانبوت بتاعه وده الفي اوت. الترانسفر فانكشن بتاع الكومباندنج عامله ازاي؟ ده الفي انبوت وده الفي اوت. حد يقدر يقول لي اعملها ازاي؟ انا عاوز في الرينج الصغير الانبوت ده، الانبوت اهو ده الانبوت بتاعه، يعني الاسود ده في الحاله دي همارك دون ان هو ايه، ده كده الفي انبوت اهو، عاوز ارسم الفي اوت عليه برضه مع التايم. فبالتالي عند الانبوت قيم صغيره هكبرها، وعند القيم الكبيره هصغرها. يبقى الكيرف هنا عامل ازاي؟ حد يقدر يقول؟ ده هو الريليشن شيب ما بين الانبوت والاوتبوت. عاوز الانبوت لما يكون الرينج بتاعه صغير الاوتبوت يبقى كبير، ولما يكون في انبوت كبير عاوز الريليشن في الاوتبوت صغير. هيبقى تقريبا يعني شبه السكوير ويف شوية. سكوير ويف كده يعني؟ يعني هو مش شايفة، بس
تبقى واحد على اكس. السكوير ويف دي يبقى كده بنعمل كوانتايزيشن، يعني هيبقى رينج من انبوت هياخد سيرتن ليفل. طيب لا الصراحه ما عنديش فكره. طيب اول بعدين تقل بعدين تزيد من كده. نعم في الاول هتكون بتزيد يعني كان سلوب يعني اكبر من 45 degrees، بعدين هتقل بعدين هتزيد وكده. هيبقى اكبر من 45 degrees بعدين يقل وبعدين يزيد. طيب نشوف رأي تاني. هشام زكريا. يا دكتور هنعمل ايه في الحالة دي؟ يعني مش عارف تبقى عامله ازاي. احنا عايزين نعمل ايه؟ طيب ما هو انا عايز ارسم الانبوت مع الاوتبوت. هو في الاول عشان ايه بقى؟ يعني الرينج بتاع الانبوت في الاول لما يبقى كبير الاوتبوت يبقى صغير، يعني بعد كده العكس. طيب هو اعتقد آلة الاقتراح ده قبل اليزا. طيب فلو مشينا واحدة واحدة، لو انا عملت سلوب هنا، لو انا عملت سلوب هنا 45 degrees، لو ده كده 45 degrees يعني معناها ايه؟ السيجنال مش هشام؟ هشام؟ يا دكتور لو عملت سلوب الريشيو شبه بين الانبوت والاوتبوت 45 degrees ده معناها ايه؟ ان الانبوت بيساوي الاوتبوت. بالظبط كده. انا بقى اللي انا عاوزه ان في لما يكون الانبوت صغير يعني كده اهو، يكون الاوتبوت كبير اكبره عشان ايه؟ يفيد في الريزونبل ستيب سايز بالشكل ده. ماشي. فلو انا جيت هنا رسمت بقى الفانكشن دي، هاجي بدل ما هي 45 degrees هعملها ايه؟ اكبر كده، هعملها للصوب كده. معناها ايه؟ ان variation certain variation في الانبوت اهو ماشي هيعمل variation كبير في الاوت. يعني من هنا لهنا اهو، من هنا لهنا الحتة دي هتعمل variation ده. طيب لما الانبوت بقى يبقى كبير، لما الانبوت يبقى كبير المفروض يبقى الاسلوب ماله؟ اقل من ده، اقل من 45 degrees يبقى كده خلاص. فبالتالي الكيرف هيبقى هنا اهو بالشكل ده. طبعا هيبقى جراد في جرادوال تشينج في الجين او في الكيرف يعني، وهنا طبعا هيبقى سيمتريك الناحيه الثانيه. صح كده ولا لا؟ طيب محمود عبد الحليم. ايوه يا دكتور. طيب الكلام ده هيتعمل فين؟ في الترانسميتر والريسيفر؟ الكلام ده احنا قاعدين في الترانسميتر. طب الريسيفر بقى هيعمل ايه؟ الريسيفر احنا كنا قلنا قبل كده بنعمل لو باس فلتر على الحتة اللي انا عاوز اخدها بقى. ما هو لو باس فلتر ده استخدمه بس يعني في اي حتة وليه وكده؟ يعني انا هنا هستخدم لو باس فلتر عشان ارجع سيجنال تاني. هي المفروض لو بقت خلاص كوانتايزد هستخدم لو باس فلتر، ليه لا؟ بس انا هنا بعد كوانتايزيشن يعني او بجانب الكوانتايزيشن عملت بروسيس تانية اللي هي اسمها كومباندنج يعني. تمام. فبالتالي ايه اللي انا محتاج اعمله علشان عند الريسيفر؟ يعني انت فاكر في اول محاضره خالص قلنا ايه؟ ان الريسيفر غالبا بيعمل بروسيس عكس الترانسميتر. تمام صح. وقلنا تمام. برضك مش في كل الاحوال، ولكن ايه الماني كيسز يعني ان هو بيعمل بروسيس عكس الترانسميتر. فانا عاوز دلوقتي ايه اللي انا عملته؟ انا غيرت في السيجنال، عاوز ارجعها تاني عند الترانسميتر، اعمل عند الريسيفر اعمل ايه؟
تعمل في حاجة بروسيس عكسية بالظبط. عكس اعملها ازاي بقى؟ لا مش عارف والله عشان ما اقولش حاجة غلط. ده كده ترانسميت. طب عندي ريسيفر اعمل ايه؟ فكر فيها كده معايا. يعني انا هنا في الحتة الصغيرة دي عملت كأني عملت جين، كأني عملت جين للترانسميتر. اه كده كأني عملت جين للترانسميتر صح؟ للسيجنال. تمام. طب اجي في الريسيفر بقى اعمل ايه؟ عكس. هعمل الجين اهو بس اقل من واحد بقى. اه بالظبط. يبقى الاسلوب ايه كده؟ يعني هنا كبرت الصغير والفاريشن عند الفولتج الكبير. الفاريشن الكبير اللي انا عملته هنا برضك عشان تكونوا عارفين، لو انت جيت ما بين البوينت دي والبوينت دي عملت الرينج ده كده اهو، هتلاقي ان في فاريشن كبير في الانبوت اهو يؤدي الى سمول فاريشن في الاوت. يعني انا عملت كومبريشن للسيجنال الكبيره واكسبانشن للسيجنال الصغير، عشان كده اسمه كومباندنج. يعني هي جايه كومبريشن اكسبانشن. خلاص يبقى هاجي في الريسيفر اعمل ايه بقى؟ هعمل عكسها بالظبط اهو، همشي كده اهو، السلوب يبقى اقل من 45 ديجريز وهطلع كده. خلاص اهو هاجي كده وجرادولي هاجي كده. يبقى ده كده عندي الريسيفر. خلاص يا محمود. تمام يا دكتور. طيب عاوزين بقى حد شاطر يرسم لنا السيجنال بعد الكومباندنج عند الترانسميتر، هيبقى عامل شكلها عامل ازاي؟ وليكن إليزا. اي دكتور، هيبقوا كلهم في ليفل قريب من بعض، يعني ليفلز قريبة. اه عاوز ارسم السيجنال اللي هي بالاسود دي، هرسمها مثلا بلون بيرب بلون تاني يعني. فهختار لون دلوقتي ونرسمها. فهرسم ايه هنا وهرسم ايه في الحتة دي وهرسم ايه في الحتة دي وهكذا. هرسمها ازاي؟ في الأول هتكبر عن ما كانت، ف يعني نعمل لها expansion يعني، والماكسيمم دي هتقل شوية وكده يعني. بالظبط كده. فاولا اللي هو عندي الزيرو ايه اللي هيحصل فيه؟ هيفضل زيرو. هيفضل زيرو. فبالتالي هلاقي ان واللي هو بوزيتيف هيبقى بوزيتيف وكبير، والنيجاتيف هيبقى نيجاتيف وكبير. ده في الحته الصغيره دي. بعد كده لما السيجنال بتكبر قوي هتكبر، بس مش بالطريقه دي، فهتبقى عامله كده اهو. ركز معايا بقى وانا برسم. هتبص هتلاقي كده اهو، وهتنزل هنا عند الزيرو لان الزيرو مش هيتاثر. وبعد كده هتنزل هنا عند الزيرو اهي، وبعدين في النيجاتيف تبقى كبيره شويه اهي. وبعدين هنا لما تطلع بقى مش هتطلع لغايه فوق، هتطلع لغايه قمه ايه اصغر، اللي احنا عملنا كومبريشن في الحته دي. خلاص وبعدين تنزل تاني عند الزيرو اهي اهي عند الزيرو اللي هو الفولتج عند الزيرو بزيرو، وعند الفولتج الصغير بيكبر سواء بوزيتيف او نيجاتيف. وعند الفولتج بقى اللي هو الكبير قوي ده بتكبر اه، بس مش بالطريقه اللي هي كانت كبرت فيها بها في قبل الكومباند. في حد عنده سؤال في اللي انا برسمه ده؟ اه الشكل الاخضر ده هيبقى الماكسيمم بتاعه فين؟ ده الماكسيمم اهو وده المينيمم. وخليت من في النص هنا almost uniform distribution. اكتبها almost uniform distribution. خلاص فكده في الحاله دي بعد ما ابعت السيجنال هاجي عند الريسيفر بقى اعمل ايه؟ بروسيس عكسيه. ده كده فكره الكومباندنج عامه يعني. خلاص طبعا الكومباندنج ده ليه ستاندرد، فبالتالي في هنا اتنين ستاندرد. في حاجه اسمها الميولو، ده الميولو اهو، وفي الايلو اهو.
يعني ايه الميو لو والايه لو؟ هو دلوقتي معلش هرجع تاني الرسمه اللي انا رسمتها. لو انا الكيرف اللي انا عملته بالاحمر ده اللي هو السلوب بتاعه اكبر من 45 ديجريز، هل هو يعني اكبر وخلاص؟ يعني مثلا اخدها مثلا 60 ديجريز مثلا او 50 ديجريز، ولا بتعتمد على الاوريجينال سيجنال اللي هي السودا دي اللي هي الفي انبوت؟ يعني هي برضك امارك الاخضر ده اللي هو ده الفي اوت، اه ده الفي اوت. لو جينا بقى على الفي انبوت ده طبعا على حسب الفاريانس ما بين البيك اللي هنا ده وبقيه السيجنال، لو هو الفاريانس ده كبير في الحاله دي هكون محتاج ان انا اعمل كومباندنج قوي، يعني مثلا الجين هنا يبقى ايه الاسلوب بتاعي يبقى اكبر. لو ده اوريجينالي مش اكبر بكتير من الافريج، ففي الحاله دي هعمل كومباندنج ضعيف ان هو يكون قريب من 45 ديجريز. ففي الحاله دي يعني ان الكومباندنج مش مجرد كيرف واحد وخلاص، لا ده هو مالتيبل كيرف، مالتيبل كيرفز كنترولد بايه؟ كنترولد بايكويشن على حسب الديفيشن ما بين الماكسيمم والافريج او معظم السيجنال يعني. طيب ففي الحاله دي عشان كده مطلعين حاجه اسمها ميولو والايلو. ده طبعا الايلو الميولو ده امريكان سيستم والايلو ده يوروبيان سيستم. انت عارف طبعا في ثلاثه ستاندرز عامه في الكوميونيكيشن سيستم، بيبقى في ستاندر امريكان ستاندر وفي يوروبيان ستاندر وفي اللي هو اليابانيز ستاندر. طبعا في كتير دول من الكوميونيكيشن بيحاولوا ان هم يعملوا ستاندر واحد للكل، ولكن يعني في الميولو في الكومباندنج هنا في ده الامريكان ستاندر واليوروبيان ستاندر. الامريكان ستاندر هنا حط بارامتر اسمه ميو، كل ما تغير ميو كل ما الكيرفتشر او الكومباندنج يبقى سترونجر يعني. فطبعا عند الميو بزيرو هنا ما فيش كومباندنج خالص، خلاص. يبقى انا دلوقتي لو انا عندي كومباندنج بلوك زي ده وعم بعمل ديزاين للديجيتال كوميونيكيشن سيستم في كوانتايزيشن، فلو هو السيجنال اللي هتتبعت بقى في السيستم ده اوريدي ما فيهاش ديفيجن ده وجايه اولموست يونيفورم، ففي الحاله دي هحط في البلوك ديجرام ده هحط الميو بكام، هكونفيجر البلوك ديجرام ده ان الميو بزيرو، فكده البلوك ديجرام هيكون موجود بس تاثيره مش موجود. لو الديفيجن ابتدى يظهر فهزود ايه الميو، خلاص. فبالتالي الايكويشن بتاعت الكيرف هي دي، فالايكويشن هي دي، خلاص. الايلو هنا نفس الحكايه، بس الايلو مستخدم تو ايكويشنز، يعني تو ايكويشن. لو انت ركزت شويه هتلاقي ان في الحته دي في زي يعني كسره في الكيرف، هو كونتينوس وكل حاجه بس في كسره في الكيرف، وبالتالي هو يعني عباره عن تو ايكويشن، دي ايكويشن اهي ودي ايكويشن تاني. برضك بتغير البارامتر اللي هو الايه ده بيطلع من كيرف للتاني على حسب يعني هاو سترونج ان انت عاوز الكومباندنج ياثر على السيجنال. ده كده طبعا عندي ترانسميتر، وزي ما احنا رسمنا في السلايد اللي فاتت ان هو المفروض الكيرف هنا مكمل في ايه في النيجاتيف بس الطريقه ايه يعني عكس اللي فوق. باجي ده كده عند الترانسميتر، خلاص. عند الريسيفر اهو بيبقى الكيرف ايه عكسه، ده كده عند الريسيفر. في حد عنده سؤال هنا ولا واضحة؟ طيب دكتور ايه انا بعمل ده قبل الكوانتايزيشن صح؟ بعمله قبل الكوانتايزيشن، بس من جهة المبدأ ممكن اعمله بعد الكوانتايزيشن. سوري بعمله قبل الكوانتايزيشن، يعني ممكن قبل السامبلينج او بعد السامبلينج يعني. ماشي، عشان هو اسوشيتد للكوانتايزيشن بعمله قبل الكوانتايزيشن. طب دكتور عند الريسيفر انا بعمل اللو باس فلتر الاول ولا بعمل عكس البروسيس دي؟ بص عند الريسيفر اللو باس فلتر موجود فين؟
بص عندي الترانسميتر السامبلنج اهو، انا الكومباندنج بحطه هنا ماشي قبل الكوانتايزيشن، يبقى عندي الريسيفر بفك الكوانتايزيشن الاول ده الكومباندنج اهو، عندي ريسيفر بقى فين اللو باس فلتر كونسبشن فلتر اهو ماشي، وده الديكودر، يبقى انا بحط الكوانتايزيشن فين، بحط فين الكومباندنج، قبل الديستنيشن، قبل ايه؟ قبل الديستنيشن في الحتة دي بعد الفلتر على طول، بعد الفلتر هنا ولا قبله؟ لا بعديه، ليه؟ لان انا بستخدم الفلتر ده عشان افك الكوانتايزيشن. ماشي، هو من جهة المبدأ ممكن يتحط هنا، لقيت هنا عملت ديكودينج يعني، فيتحط هنا أو هنا، هو عندي الترانسميتر ممكن يتحط هنا أو مكان تاني، فين هنا؟ فين المكان التاني؟ بعد الكوانتايزيشن ما ينفعش، لأن أنت أوريدي عملت كوانتايزيشن والإيرور اللي أنت إيه حصلت عليه، أنت مش عاوز تعمله قبل ما يحصل الإيرور، يبقى ممكن أحطه هنا أو فين؟ قبل السامبلر. قبل بالظبط كده خلاص. فلو انا حطيته، لو انا حطيته هنا قبل الكونستراكشن ده يكورسبوندنج ليه هنا، يبقى ده كورسبوندنج لده، لو حطيته هنا قبل السامبلينج وهو ستيل انسامبل سيجنال يبقى كورسبوندنج ليه بعد الفلتر ماشي. اوكي ده سؤال كويس. طيب في أسئلة تانية هنا قبل ما ننقل للتوبيك اللي بعد كده اللي هو التايم ديفيجن مالتيبلكسنج؟ يا دكتور، هو مش ده بروسيس ديجيتال فلازم بعد السامبلينج اصلا، ولا ينفع قبليه عادي؟ هو هنا البروسيس دي ديجيتال ولا انالوج؟ ما اعرفش هي بتتعمل على ايه بصراحة. هو انت هنا السيجنال الفي انبوت اهو والفي اوت اهو، يبقى ده ديجيتال ولا انالوج؟ انالوج، لان انت لو عملت ديجيتاليزيشن انت اوريدي وصلت خدت الايرور الكبير، وصلت السيجنال تو نويز ريشيو، يعني هعمل كوانتايزيشن بقى، يا اما هضطر اعمل ليفلز كتيره كده او هسكريفاي الايه الكواليتي واعمل كوانتايزيشن بعدد قليل بس الكواليتي هتبقى وحشه. فده بيتعمل يعني هي بروسيس بتعمل اثناء الانالوج ديجيتال كونفرجن والديجيتال تو انالوج كونفرجن عند الريسيفر ماشي، فالتسجيل ما بين الانالوج والديجيتال يعني، بس هي الكوماندنج ده بيتعمل على السيجنال الفيرجن الانالوج فيرجن بتاع السيجنال. واضح ولا في دكتور، حد ده كده بيزود لي التوتال ايرور مش كده؟ مين اللي بيزود توتال ايرور؟ الكومباندنج لا، ما هو الكومباندنج لو انا عندي الترانسميتر حولت الفي ام دي اللي هي الاسود للاخضر، عند الريسيفر عديته على سيركت عكسها بالظبط هيرجع تاني للانبوت، فين بقى اللي هيزود الايرور؟ بس هو كده هيزود الايرور اللي انا ببعته، هيزود الايرور ليه؟ السيجنال اختلفت، ما انا هو رجعتها كده تاني كده يعني انت الكوانتايزيشن كان بيغير لي السيجنال، دلوقتي انا عندي حاجتين بيغيروا لي السيجنال. بس خلي بالك ان هنا الكوانتايزيشن بيشيل جزء من السيجنال، في انفورميشن في السيجنال بيشيلها، يعني سيرتن رينج في الانبوت بيخرجوا ليفل واحد،
تمام يعني مثلا 3 فولت و 3.1 فولت بياخد درجه نفس الليفل 3 فولت، ومش هتقدر عند الريسيفر ترجع 3.1. لكن انت هنا عملت مثلا جين ب 10 ضربته في 10 عند الريسيفر. تمام اه فهمت. واضح؟ فهنا ده كده يعني عند الريسيفر ده كده في انبوت وده في اوت عند الترانسميتر. عند الريسيفر هيبقى ده الانبوت وده الاوت بعمل الانفرس فانكشن على الريسيفر. اه فهي ريفرس 100% يعني. اوكي طيب في اسئله تانية؟ طيب هفكركم بقى بحاجه اتكلمنا عليها قبل كده. فاكرين ال بي سي ام ده الستبس بتاعت البي سي ام اللي هو سامبلنج وكوانتايزيشن؟ عملنا سامبلنج اهو، وعملنا كوانتايزيشن اللي هو بالاحمر، وبعد كده عملنا كودنج لزيروز وونز. فاكرين الكلام ده؟ اه خدناه الليكتشر اللي فات. طيب احنا هنا قلنا لو حصل ان ال لو حصل ان ال عملنا كودينج هنا في 4 بيتس، لو حصل ان 4 بيتس دول اللي هو التايم بتاع كل بيت، المفروض هنا لو 4 بيتس يبقى هو ربع السامبلنج تايم تي اس. لو حصل ان احنا الباند ويث بتاع الكوميونيكيشن سيستم بناء على شانون كان كبير، بحيث ان احنا نقدر ان احنا نبعتهم في تايم اقل، قلنا هنعمل ايه في بقيه التايم ده؟ استخدمه عشان نبعت سيجنال تاني. هنستخدمه عشان نبعت سيجنال تانية بالظبط. فبالتالي وسمينا السيستم ده تي دي ام، ده اللي هناخده دلوقتي اللي هو التايم ديفيجن مالتيبلكس. تايم ديفيجن مالتيبلكسنج او اختصارا تي دي ام، وده كورسبوندنج في الانالوج لايه؟ عمرو محمد؟ ما اعرفش الصراحة. هو ايه اللي ما تعرفوش؟ ال TDM corresponding ل ايه في الانالوج؟ طيب هو TDM اختصار ايه؟ time division multiplexing. طيب ايه انواع المالتيبلكسنج او نوع المالتيبلكسنج اللي خلناها في الانالوج؟ غير الموديليشن مش كده؟ اه مش فاكر. موديليشن يعني ايه؟ بيتغير في بارامتر من الكارير امبليتود او فريكونسي او فيد مثلا، اوكي واخد بالك؟ المالتيبلكسنج ان انا ببعت اكتر من سيجنال مع بعض. فايه السيستم اللي خدناه كان بيبعت اكتر من سيجنال مع بعض في الانالوج؟ احمد سامح يا دكتور ده كورسبوندنج لايه في الانالوج؟ انالوج يعني فريكوانسي وويف لينس مالتيبلكسنج. في ويف لينس مالتيبلكسنج في الـ الاوبتكس، ولكن في لما خدناه في الانالوج كوميونيكيشن كان كورسبوندنج لايه؟ انت قربت يعني. مش عارف، انا فريكونسي ويف لينس. قول كده اسمه ايه؟ فريكونسي ويف لينس مالتيبلكس. انت قلت فريكونسي؟ قلت فريكونسي ويف لينس. هو فريكونسي ديفيجن مالتيبلكس. الفريكونسي ديفيجن مالتيبلكس بيعمل ايه؟ بيقسم الفريكونسي رينج. يعني انت مثلا كشركه كوميونيكيشن مثلا عندك فريكونسي رينج مثلا 100 كيلو هرتز. لو انت عندك سيجنالز كل واحده محتاجه 20 كيلو، يبقى انا اعمل ايه؟ اعمل موديليشن بكاريرز شيفتد عن بعض، واقدر ابعت 5 سيجنالز 20 من اول 0 ل 20، وبعد كده طبعا ابتداء الباند ويدث حوالين الكارير 20، وبعد كده ال 20 اللي بعدهم من 20 ل 40 وهكذا. يبقى ممكن ابعت اعمل مالتيبلكسنج بيزد على الفريكونسي. هنا بقى اعمل مالتيبلكسنج بيزد على التايم. طيب عايزين بقى يعني حد شاطر كده يشرح لنا السيستم ده.
وليكن كرولوس. اه دكتور، ده تشرح لنا الطي... ال ال تشرح لنا ال 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 السيستم ده. السيستم ده هو ال تي دي ام سيستم، تايم ديفيجن مالتيبلكس. اه طب اتفضل. هو انا بدخل كذا مسج في نفس الوقت، تمام؟ ف الحاجات دي يعني كل المسجز دي بتخش على حاجه اسمها كوميونيكيتور، بس انا ما اعرفش ده بيعمل ايه الصراحه. كوميوتيتور. اه كوميوتيتور. انا بطلع الكوميوتيتور دون دون عباره عن روتور بيلف يعني. بعد كده ال يعني كل المسجز اللي انا دخلتها مع بعض على الكوميوتيتور دي هيحصل فيها بعد كده موديوليشن، هيحصل لها بلس موديوليشن، هندخلهم على بلس. بعد كده هتخش على الكوميونيكيشن شانل اللي هي هتبقى موديوليتد سيجنال خلاص. لو انا بقى عايز انا بهبد يعني مش متاكد قوي من اللي انا بقوله، بعد لما يحصل لها موديوليتد هعمل لهم دي موديوليشن. وبعد ما احصل لهم يعني ده الجزء بتاع الترانسميتر. جزء بتاع الريسيفر. ده الجزء بتاع الريسيفر. وفي التشانل في النص هنا. ماشي. ف زي ما قلنا من شويه وقلنا كذا مره ان الترانسميتر في بلوكس كتيره بتعمل عكس البروسيس بتاعت الترانسميتر. فهنا ده هو بيعمل موديليشن اهو، ده بيجي يعمل دي موديليشن. ماشي. كرولوس، ايه انواع البلس موديليشن اللي احنا خدناهم؟ اخدنا ال البي سي ام والبي ام والبي تي او والبي بي ام والبي دي ام. انواع البلس موديليشن هو بلس امبليتود موديليشن، ان انا ممكن اخلص اغير في الامبليتود بتاع البلس او اغير في البوزيشن بتاع البلس، بلس بوزيشن موديليشن، او بلس ديوريشن موديليشن اللي هو اغير في الويتس بتاع البلس. فدوًا بعمله لو احتجت. ماشي تمام. ماشي. فبالتالي يبقى ده اللي طالما اعمله عند الترانسميتر يجي هي هعمل بلس دي موديليشن عند الريسيفر. طيب انت كده شرحت السيستم صح؟ فين بقى التي دي ام هنا؟ فين حته التايم ديفيجن مالتيبلكسنج؟ هو انا يعني الحته التايم ديفيجن مالتيبلكسنج في الاول دي، لو انا بقدر ادخل كذا انبوت مسج والكوميوتيتور ده يظبطهم لي مع بعض يبقوا على نفس التايم، يخليهم على نفس التايم؟ مش على نفس التايم يعني، خليهم في يعني على كذا تايم مختلف يعني اقدر ادخل. ايوه بالظبط، هو ده الفانكشن بتاعته، ان هو بيعمل شيفت للتايم. يعني ما شكرا، كويس كده. وطبعا دي كوميوتيتور الناحيه الثانيه بيبقى عكسه بيلف كده. فبالتالي لو احنا عملنا فولو للسيجنال معينه مثلا تشانل 1 هتيجي كده اهي، هتيجي هنا لما الكوميوتيتور يبقى في الحته دي وبعدين توصل للديستنيشن اهو، هتيجي هنا عند لما الكوميوتيتور بيجي عند تشانل 1. فاحنا محتاجين حاجه مهمه جدا ما بين الترانسميتر والريسيفر في الحاله دي، بناء على اللي انا الكرورس وانا اتكلمنا عنه دلوقتي. مرام طارق. يا دكتور ايه الحاجه اللي احنا محتاجينها هنا؟ او تقولي مش عارفه او الانترنت مش عارف وحشه او كده؟ لا، هو انا سمعت اللي حضرتك قلته، بس هو انا اللي انا فاهمه يعني؟ هو انا سمعت اللي حضرتك قلته، بس هو اللي انا فاهمه ان السيجنالز لما تتجمع يعني عند الكوميوتيتر هي هتبروباجيت يعني كانها وان سيجنال بعدين هتتفك عند الدي كوميوتيتر. مش فاهمه ايه عشان بالظبط ايه بقى المطلوب عشان يحصل سينكرونايزيشن ما بينهم. هو قصد حضرتك بسينكرونايزيشن ايه؟ التايمينج يعني. هي مش دي هتبقى وظيفة الكوميوتيتر ان هو هيظبط الموضوع ده؟ بالظبط كده.
ان كلمه سنكرونايزيشن اللي هي مكتوبه دي، كلمه سنكرونايزيشن ده ان التايمنج بتاع الكوميوتيتور ده هو نفس التايمنج بتاع الكوميوتيتور ده. بمعنى لما يكون الكوميوتيتور ده عند M1 خلاص، والسيجنال هتروح للريسيفر في نفس الوقت ده اللي هي السيجنال M1 دي تروح عند الريسيفر، الكوميوتيتور يبقى عند M1، لان الكوميوتيتور ده عمال يلف كده والكوميوتيتور ده عمال يلف كده. لو حصل ميس سينكرونايزيشن، لو حصل ميس سينكرونايزيشن ان هما اتلخبطوا، هيكون الكوميوتيتور ده عند M1، الكوميوتيتور ده هيكون مثلا عند M2. ايه اللي هيحصل؟ هتلاقي الريسيفر اللي عند السيجنال الثانيه هيستقبل السيجنال اللي هي مبعوثه من تشانل 1 خلاص. فلازم يكون في ايوه تمام فهمت قصد حضرتك. فالحاجه المهمه في الحاله دي، وديا مهمه في اي ديجيتال كوميونيكيشن سيستم، كلمه سينكرونايزيشن دي مهمه جدا. خلاص كلمه سينكرونايزيشن دي مهمه جدا، واحنا اتكلمنا عنها قبل كده كذا مره. قلنا ان البيت لما اجي اعمل ريكفري عند الترانسميتر، لما ببعت بيت سواء 0 او 1، المفروض الريسيفر يديتكت البيت دي في وقتها. لو حصل شيفت في الكلوك ما بين الترانسميتر والريسيفر، يعني مثلا سي لو الكلوك شيفت ما بين الكلوك ترانسميتر والريسيفر مثلا 10% من التي بي اللي هو البيت تايم، التايم بتاع البيت، فبالتالي كل 10 بيتس هيحصل شيفت. مثلا هيكون الريسيفر عدى ايه 11 كلوك، الترانسميتر مثلا يعد 10 كلوكس، الريسيفر يكون عدى 11 كلوكس، فبالتالي الريسيفر هيريسيف البيت نمره 10 في المكان بتاع 11 خلاص. فلو التايمنج مش مظبوط ما بين الترانسميتر والريسيفر في الحاله دي هيحصل شيفت في الريكوجنيشن بتاع الداتا، وهتروح في اماكن غلط، سواء على البيت ليفل ان تروح تستقبل البيت في تايم غلط زي ما قلنا البيت نمره 10 هتيجي في المكان البيت نمره 11، او ان احنا هنا على ده زي ما هنشوف اسمه فريم في الاخر هنشوفه دلوقتي. فبالحاله دي تشانل معينه لو في ميس سينكرونايزيشن الريسيفر هيستقبلها عند تشانل تاني خلاص. في حد عنده اي سؤال؟ طيب يا دكتور هرجع كده نعم ممكن بس حضرتك يعني الرسمه تشرحها بسرعه كده عشان ما جمعتش اول كرولوس اللي. طيب ماشي هشرحها ان شاء الله، انا لسه هرسم تايمينج دياجرام اهو يبين طيب هرجع برده تاني للرسمه اللي احنا عملناها هنا دي. الرسمه اللي هنا دي لو حبيت اعمل بقى التي دي ام ده هعمل ايه؟ هجيب السيجنال دي مثلا دي هسميها M1 خلاص، وهجيب الكلوك السامبلنج سيجنال احنا مش رسمنا هنا بس ممكن خلينا نرسمها دلوقتي. هرسم هنا ما يسمى ب السامبلنج سيجنال طيب محمد سامي. ايوه دكتور. ارسم السامبلنج سيجنال هنا ازاي؟ مش عارف ده السيستم ده احنا لسه واخدينه المره اللي فاتت. ايوه يعني ايه اللي مش عارفه فيها يعني؟ بس انا لسه ما رجعتش بصراحه. لسه ما رجعتش. هي الحقيقه دي محتاجه مراجعه. بص اللي انت لو بصيت على الدياجرام هتعرف تجيبها على طول، مش محتاجه حفظ ولا مراجعه ولا حاجه. اعملها زي تحت يعني. وانا مش بسالك على ستيبس تقولها لي، ولا بسالك مثلا على ايكويشن او كده، ده هي من الدياجرام ده تجيب. ما ارسمها زي اللي تحت. ارسمها زي اللي تحتيها. بس ايه الفرق؟
sampling signal هتبقى عاملة ازاي؟ طب sampling signal بتعمل ايه؟ مش هي الخطوط الزرقاء دي؟ دي لا ايوه دي لا دي انا عامل تايمينج كده عشان ارسم الحاجات تحت بعضها. انت اصلا دي سامبل يعني؟ مش السامبل اللي هي بتجيب لنا يعني بتبقى فاليو ثابته كده عن التايم اللي هي اللي معموله بالخطوط الازرق. بالظبط بتبقى قيمه ثابته عند الاوقات دي. فبالتالي لو انا جيت هنا هزود بقى الايه عشان ارسمها واكيب التايمنج بتاعها أو هكمل الخطوط الزرقاء دي اللي فوق وهاجي بقى ارسم ايه، هرسم زي ما انت قلت بالسز ليها امبليتيود كونس. أيوة. ماشي، يبقى السامبلينج سيجنال هو علق هنا معلش. طيب هيبقى السامبلنج سيجنال ارسمها ازاي بقى؟ ارسمها كده بالسز بالشكل ده بكونستنت امبليتيود، والتايم بتاعها هو نفس التايم بتاع ايه السامبل سيجنال بتاعها. دي السامبلنج سيجنال خلاص. طيب مين كان بيسأل على الشرح البلوك دياجرام؟ انا دكتور. طيب انا دلوقتي تخيل ان انا عاوز سيجنال تانية اهي، سيجنال تانية زي دي عاوز اعمل لها تايم ديفيجن ماتريكسنج ان انا اجيبها في الوقت ده، اعمل ايه؟ اولا هجيب سامبلنج سيجنال بنفس الريت صح؟ عشان في كل انترفل مش عارف ليه بيعلق، عشان في كل انترفل هنا اهو هيبقى فيه 2 سيجنالز. لو انا هعمل ملتبلكسنج ما بين 2 سيجنالز، والانترفل اللي بعدها برضه فيه 2 سيجنالز، واللي بعدها فيه 2 سيجنالز وهكذا خلاص. فبالتالي هجيب سامبل سيجنال زي دي بنفس الريت. ماشي، حاجه من اتنين، لا اما يبقى التايمنج بتاعها زي دي بالظبط وبعد ما اعمل سامبلنج اعمل شيفت بنص البيريود، او من الاول ان انا ممكن اعمل شيفت اجيب سامبلنج سيجنال اوريدي شيفتد بنص البيريود. واضح؟ دكتور معلش ممكن الحته دي تاني؟ ازاي يا دكتور اعمل شيفت بنص البيريود؟ ازاي اعمل شيفت بنص البيريود؟ طيب ده لو انا هعمل ملتبلكسنج ما بين 2 سيجنالز في الوقت ده. لو انا هعمل ملتبلكسنج ما بين 4 سيجنالز هعمل ايه؟ هعمل شيفت بربع البيريود دي، يبقى عندي 4 سيجنالز بس دي تبدا هنا واللي بعدها تبدا هنا مثلا واللي بعدها تبدا هنا وهكذا خلاص. تعال نشوف نرسم الكلام ده ونشوف ازاي السيستم ده بيعمله. انا هرسم هنا سيجنال دي مثلا اسميها ام 1 اوف تي. ماشي، فور سمبلستي ارسمها على شكل تريانجل بالشكل ده. وبعد كده هرسم ده ام 2 اوف تي. ماشي، وهكملهم كده ام 2 اوف تي برضك علشان تبقى واضحه ارسمها كوزاين فانكشن كده. ماشي،
طيب هجيب بقى السامبلنج سيجنال. طبعا ممكن اجيب بقى ام 3 اوف تي وهكذا، بس انا ايه لغايه ام ان اوف تي لو انا هعمل ملتبلكسنج لان سيجنال ده كده السيجنال اللي عاوز اعمل لها ايه تايم ديشن ملتبلكس. هجيب بقى السامبلنج سيجنال دي سامبلنج سيجنال سامبلنج سيجنال هسمي دي ان 1 واجيب بقى سامبلنج سيجنال 2 سامبلنج سيجنال 2 وهكذا. ممكن بقى اجيب ايه 3 و 4 وان لغايه اللي انا عاوزه ايه، بس انا هكتفي هنا ب 2. طيب بعد كده ده بقى الايه التي دي ام سيجنال هرسمها في الاخر اهو. تعال نمسك اول سيجنال وبعد كده نشوف هنعمل ايه في الثانيه بناء عليه. طيب اول سيجنال هعمل سامبلنج هنا طبعا بناء على نايكوست اف اس اهي، همشي بانترفال كونستانت اللي هي تي اس وهاخد جايد لاين برضك زي ما خدت قبل كده. هاخد جايد لاين زي ما خدت قبل كده ماشي. فالاوت هنا هيبقى عامل ازاي؟ معلش مين كان عاوز السيستم يتشرح؟ ايوه دكتور موجود اهو. اسمك ايه؟ فتحي. طب انا هرسم اول سيجنال دي بالاحمر. طبعا اللي انا هرسمه هنا بالاحمر ده مش سيجنال، ده جايد بتاعنا بس عشان ايه اقدر ارسم السيجنال. ماشي. طب السيجنال نفسها فين بقى بعد ما اعمل السامبلينج؟ هضرب دي في دي اهو، هضرب دي في دي، فهنا هيبقى عباره عن سيجنال كده وهنا عباره عن سيجنال كده وهنا عباره عن سيجنال كده وهنا ايه صح ولا صح يا دكتور؟ طب دي اول سيجنال زي ما قلنا لقينا ان في تايم هنا في تايم كبير اهو. هعمل فيه بقى هعمل سامبل السيجنال الثانيه دي واحطها جنبها. التايم ده اكبر من ان يتحط فيه سيجنال واحده، فاحنا عاملين حسابنا ان ممكن يتحط مثلا n سيجنالز، فانا هرسم السيجنال الثانيه والباقي هيبقى زيها. السيجنال الثانيه دي هعمل لها سامبلنج اللي هي دي بقى، هعمل لها سامبلنج بسامبلنج سيجنال زي دي بالظبط، ولا يعني اخليها اوريدي شيفتد يبقى هي موجوده هنا نشفتها صح، نخليها متشفته. فبالتالي هاجي بقى السامبلنج سيجنال الثانيه هعمل شيفت هنا بتايم تي اس على ان دكتور. احنا بنشفتها عشان السيجنالين ما يركبوش على بعض صح؟ ما احنا عاوزين اسمها كده تايم ديفيجن مالتيبلكس، ان انت بترصهم جنب بعض او بتحطهم جنب بعض في التايم. خلاص كده. يبقى انت لو بصيت لو خدت فيرتيكال لاينز اعملها بلون تاني، لو خدت فيرتيكال لاينز هنا هتلاقيها ايه شيفتد.
تفتل بنفس ايه القيمة. ماشي. طيب يبقى انا لما هضرب بقى دي هعملها دي بالبيبر بالمرة، هضرب دي بقى في دي، لما اضربهم في بعض هعمل ايه؟ برضك هعمل زي ما عملت في الرسمة اللي فاتت، هرسم جايد بحيث ان هو اهو انا بحاول ارسم سيجنال زي الكوزاين اللي فوق. ماشي. لما اضربهم في بعض بقى السيجنال التانية هتبقى شكلها عامل ازاي؟ هنا اهو واحدة هتبقى شكلها عامل كده، سوري هتطلع لغاية هنا، اعملها بلون تاني عشان تبقى واضحة بس. يبقى انا عندي دلوقتي ايه بقى؟ لو السيجنال اللي بتبعت M1 من اول سامبل من M1، تاني سامبل من M2، وهكذا لغاية اخر سامبل من ايه؟ من MN. وبعد كده يجي M1 M2 بتتكرر لغاية ايه؟ MN. ماشي يا فتحي؟ تمام يا دكتور محايدك. طيب يبقى انا دلوقتي حصل ايه؟ ان انا عملت شيفت للسامبلنج سيجنال، واخد بالك، واخدت سامبل من البيس باند سيجنالز بالترتيب، والترتيب ده هيكرر كل ايه؟ كل تي اس. التي اس ده بقى اسمه ايه؟ ده ليه اسم مهم جدا، اللي هو التايم ده بقى ما بين الايه؟ هنا اهو لهنا اهو، اللي هو ده اللي السيجنال بتبدا تكرر نفسها فيه، ده كده اسمه فريم. فالفريم ده هو عباره عن التايم اللي فيه السيجنالز كلها، وبعد كده نفس الفريم ده بيبدا يكرر بالترتيب. تقدر تقول لي بقى اللي انا شرحته ده بناء على السيستم اللي انت، مش انت اللي كنت تسال على السيستم هنا؟ يا دكتور. طب ازاي اللي انا شرحته ده بيتطبق على هنا على السيستم ده التي دي ام سيستم ده؟ السيجنال بتخش على الكوميتيتور، ايوه بتشفتها اعتقد عشان تظبط السيجنال بتشفتها، ولا الكوميتيتور هو اوريدي بيعمل الشيفت ده؟ انا قصدي الكوميتيتور هو اللي بيشفتها عشان يظبط التايم بتاع كل واحده، عشان بالظبط الكوميتيتور بيلف بسرعه قد ايه؟ طيب بسرعه قد ايه؟ احنا مش هنقول لو عندنا 2 سيجنال هيبقى تشف تي على 2 تقريبا، لو 4 يبقى تي على 4. بس هو سرعته قد ايه؟ لا ما اعرفش سرعته. تي اس تمام. تي اس اللي هي السامبلنج تايم اللي هو هنا ده، اللي هو ده اللي هو نفس الفريم تايم. ماشي. بيلف بسرعه تي اس، بيقعد هنا فتره قد ايه؟ تي اس على ان. بيقعد فتره تي اس ايه؟ على ان. وبالتالي يبقى هنا طبعا بالجاب اللي ما بينهم عم يوصل الناحيه الثانيه خلاص، بيبقى بيتاتش هنا سيجنال معينه لفتره تي اس على ان. فكانه بالظبط عمل ايه؟ كانه وزن التي اس، وزن التي اس عمل شيفت للسامبلنج سيجنال بالشكل ده اهو، تي اس على ان، والتي اس على ان اللي بعدها هياخد السيجنال الثانيه، والتي اس على ان اللي بعدها هياخد السيجنال الثالثه، وهكذا. هل في حد عنده اي سؤال؟ دكتور بس هو مش اول سيجنال قعد فيها تي اس، مش تي اس على ان الرسمه اللي احنا رسمينها دي اول سيجنال هي ام 1، مش لما عملنا لها سامبلنج عملنا لها بتي اس؟ بالظبط. طب ليه قلنا في
في الرسم بتاع في رسمة البلوك إن هو بيقعد في أول سيجنال برضو تي اس على ان. اه لأن الفترة اللي عادة هي دي، بقيت الفترة التانية، بقيت الفترة التانية دي، بقيت الفترة اللي هنا دي، بقيت الفترة اللي هنا دي هو مش عند أول، مش عند أول سيجنال، هو في حتة تانية. فلو رسمت الكل واحدة لوحدها هتلاقيها كده. معلش ممكن الحتة دي ثاني بس يا دكتور؟ يعني انا لو رسمت، لو انا جيت هنا اهو وخدت دي على اسيلوسكوب مثلا وارسم السيجنال هنا، هلاقي شكلها عامل ازاي؟ هلاقي في بلس عند تايم تي اس في الفتره تي اس على ان، وبقيت التي اس اهو الكوميتيتور موجود بيتاتش حاجات تانية، فمفيش سيجنال هنا. اه تمام فهمت قصدك. ماشي، فبالتالي الكوميتيتور هو عمل البروسيس بتاعه السامبلنج سيجنال والتايمينج شيفت ما بينهم. تمام اوكي ماشي. في حد تاني عنده اي اسئله؟ طيب لو ما فيش حد عنده اسئله كده احنا خلصنا الجزء بتاع ايه التايم ديفيجن مالتيبلكس. طيب انا عندي سؤال يوسف محمد. يوسف ايوه عندي سؤال ليك بقى. بناء على اللي انا شرحته هنا ده، ماشي تمام، بناء على اللي انا شرحته هنا ده، فين البلس موديليتور ده؟ يوسف ايوه خلاص انا سمعت السؤال، فين البلس موديليتور فين في الرسمه يعني؟ اه البلس موديليتور ده موجود فين في الرسم اللي احنا شرحناها دي؟ في الستيب التالت. فين؟ في تالت ستيب. يعني دي؟ اه. واحنا دي قلنا عليها ايه؟ سام السيجنال اهي مكتوبه جنبها، يبقى دي مش البلس موديليتور. انت كنت معانا ولا لا؟ لا كنت معاك يا دكتور. طيب سيف سيف عماد. ايوه يا دكتور. تعرف تجاوب السؤال ده؟ واحنا هنا عملنا سامبلينج بس و... اه فين البلس، فين البلوك ده بلس موديليتور فين؟ هو مش المفروض ده لسه ما احنا عملناهوش. اه بالظبط كده، انا قلت لكم ان هو بلس موديليتور ده ممكن لو احتاجناه هنستخدمه، لو ما احتاجناهوش مش هنستخدمه. خلاص، فانا ممكن لغايه دلوقتي ما تعملش بلس موديليشن. ماشي، ممكن بقى بعد كده لو انت شغال بي سي ام هاخد كل سامبل من دول واعمل لهم كودينج في زيروز وانز، او ان انا شغال لو شغال بولس ويتس موديليشن هاخد كل سامبل من دول وكونفرت الكلام ده لويتس او بولس بوزيشن، نفس الحكايه. يعني بولس موديليتور اللي بعد كده ده، البولس موديليتور دون بيبقى يعني لو احتاجته اعمل بلس موديليشن بنديشن لاي بلس ابعته. لكن هو لغايه دلوقتي هو عباره عن ايه بقى؟ حد سيف تقدر تدي اسم، تقدر تدي اسم للسيستم اللي احنا عاملينه ده؟ هو احنا عملنا سامبلنج بس فممكن نقول عليه سامبل. اه سامبلنج بس ده السيستم خدناه قبل كده، اسمه ايه؟ مش فاكر بصراحه. كوانتايزر يا دكتور ولا لا؟ سامبلنج حاجه وكوانتايزر حاجه. بي اي ام
بالس امبليتيود موديليشن. اه بالظبط بالس امبليتيود موديليشن. فلو عاوز اسمي يوصف اللي انا رسمه ده يبقى هنا بام تي دي ام، يعني هو بالس امبليتيود موديليشن ومعمل له تايم ديفيجن مالتيبلكس. دكتور اتفضل. هو مش البي ام ده كانه نوع من انواع بالس موديليتور يعني ولا؟ اه ما هو يعتبر زي ما صح بالس كانه بالس موديليتور. بس هنا مش هحتاج اعمله لانه مش هحتاجه لان هو اوريدي يعني امبيدد جوه السامبلنج، يعني مش محتاج سيبريت بلوك ليه يعني. اه تمام ماشي. طب دكتور انا كده كده مش حاطط بلوك للسامبلنج كده كده ايه؟ انا مش حاطط بلوك للسامبلنج. اه بس هو السامبلنج احنا شرحناه ان هو يعني ال شرحناه اللي هو ال الكمبيوتر ده اوريدي ام بالفانكشن دي، يعني ده كده يعتبر سامبلنج وتي دي ام مع بعض. ماشي تمام. سؤال بقى ل فرح مجدي. انا حضرتك يا دكتور. طيب فين السينكرونايزيشن هنا اللي هو مرسوم دوتت لاين ده؟ عند الكوميتيتر المفروض بيتعمل ازاي يعني؟ خلي بالكم ان ده كده يعني سيستم عندي ترانسميتر ده فيزيكالي موجود في مكان ودون فيزيكالي موجود في مكان تاني. السينكرونايزيشن يعني هرجع معلش لكورس النتورك، يعني الدوت لاين ده دي معناها ايه؟ ده بروتوكول مفروض ان هي حاجه لوجيكال يعني مش فيزيكال كيبل يعني. ماشي طيب فده كده بقرب لك المسافه يعني. ففين بقى السينكرونايزيشن اللي هو اللوجيكال ده في السيستم اللي انا عامله ده اللي انا شرحه ده؟ طب الاول انا عاوز اعمله فين؟ عاوز اعمل ايه فيه؟ يعني اللي هو الدوت لاين سينكرونايزيشن بين الترانسميتر والريسيفر ده على الرسمه اللي قدامنا دي انا عاوز اعمل ايه بالنسبه للرسمه السينكرونايزيشن يعني؟ السينكرونايزيشن هنا فين يبان فين في الرسمه دي؟ المفروض في تالت رسمه التي دي ام اخر واحده تحت اللي هي دي صح؟ بالظبط. بس يبان ازاي بقى؟ يعني ايه؟ يعني فين هنا السينكرونايزيشن؟ انت قلت يبان في اخر رسمه صح؟ طيب يبان فين بقى؟ فين هو شايفاه فين؟ في المفروض يعني اللي هو التايم ما بين اللي هو الفريم اللي قلنا ان هو بيتكرر. اللي هو الفريم بالظبط. يبقى احنا هنا عاوزين هو مش باين بس احنا عاوزين نعمل ايه؟ عاوزين ان الـ كل فريم عند الترانسميتر وعند الريسيفر يبداوا يعدوا من نفس المكان. بالظبط. يعني الترانسميتر بيبعت هنا ام 1 في الفريم، انا في الفريم الثاني اهو، يبعت ام 1 الريسيفر يكون عند ام 1 بردك لما السيجنال دي تجيله. خلي بالكم في ديلي طبعا، في ديلي في اللي هو بروباجيشن ديلي من الترانسميتر والريسيفر وكده، فبالتالي لما دي توصل عند الريسيفر يبدا يكاونت ام 1 من هنا وبعدين ام 2 وام 3 لغايه ام ان، وبعد كده يرجع يكاونت تاني هنا من ام 1 وام 2 وهكذا. خلاص فالسينكرونايزيشن المفروض هنا يتعمل على الفريم ليفل. على ايه؟ الفريم ليفل. خلاص اعمله ازاي بقى؟ خلاص في طرق كتيره للسينكرونايزيشن، انا اقول لكم ابسطها هنا. ان انا ببعت سيجنال ثانيه، اعملها بالاورنج، ببعت سيجنال تانية بليفل مختلف عن الليفلز اللي ببعتها. يعني انا بصدفه هنا او انتنشالي يعني بعت كل السيجنال بوزيتيف، يعني ام 1 وام 2 بوزيتيف، فبالتالي ممكن ابعت السينك بالس دي. يعني الفريم عندي بقى في الحاله دي هيتقسم لكام سيجنال، لكام تايم سلوت؟ هبعت سينك بالس عند كل فريم.
دي كده ايه سينك بالز. سينك بالز فايدة السينك بالز دي انها بتعرف الريسيفر ان يبدا يكاونت من اول هنا خلاص. فبالتالي لو انا عندي 10 تايم سلوتس اقدر ابعت كم سيجنال؟ تسعة. ليه؟ لان في تايم سلوت اهي، ما طبعا السينكرونيزيشن ده هيبعت ايه، هياخد تايم سلوت هو كمان. فبالتالي لو عندي 10 تايم سلوتس اقدر ابعت 10 تسعة سيجنالز، والعشرة دي هتبقى للسينكرونيزيشن. ده على حسب ايه؟ على حسب طريقه السينكرونيزيشن اللي احنا اقترحناها هنا او استخدمناها هنا. لكن في طرق تانية كتير للسينكرونيزيشن. الفكره هنا في السينكرونيزيشن ايه بقى؟ تقدر تسمرايز فكره السينكرونيزيشن هنا ايه؟ فرح؟ ايه يا دكتور معلش النت بس بيقطع، حضرتك سامعني؟ تقدر تسمرايز بقى فكره السينكرونيزيشن هنا ايه؟ وانا سمعت كنت تقولي سامعني لكن دلوقتي لا. طيب نشوف حد يكون الانترنت عنده كويسه. بسام. ايوه دكتور. ايه اخبار الانترنت عندك؟ تمام. طيب تعرف تسمرايز كده السينكرونيزيشن هنا عباره عن ايه؟ نوع من ضمن الانواع اللي بتستخدم، يعني ان احنا بنبعت سينك بولز. الفكره هنا الاساسيه ايه؟ الفكره الاساسيه ان انا ببعت سينك بولز عشان تكيب السينكرونيزيشن، هي علامه تبين الريسيفر يبدا يكاونت من امتى. لان الريسيفر هيجي له ايه؟ يعني انا في الرسمه دي انا رسم ايه؟ رسم بالس بتاعت ام 1 مثلا باللون الاسود، والبالس بتاعت ام 2 باللون البيربر مثلا، وهكذا. فبالتالي على الرسم احنا شايفينها بعينينا يعني، ولكن الريسيفر هيجي له سيجنال فولتج ليفلز ورا بعض، هيعرف مين تبع مين ازاي. فلازم في علامه تبين له يبدا يكاونت من اول فين. العلامه دي لازم تكون مختلفه عن بقيه السيجنال. فاحنا هنا لاحظنا ان السيجنال كلها بوزيتيف، بقول له طيب السينك بارس دي هبعتها نيجاتيف، فالريسيفر ايه هيعمل ايه؟ كل ما يجي له بارس نيجاتيف هيبدا يكاونت السيجنال التشايلد اللي عنده ام 1 وبعدين ام 2 لغايه لما يوصل لايه؟ لاخر واحده. بعد كده هيلاقي البارس النيجاتيف تاني، يعرف ان هيبدا ايه يكاونت الفريم من جديد. واضح؟ طيب فده كان اخر جزء في التايم ديجن مالتيبلكسنج. لو مش حد عنده اسئله يعني انا هقف لغايه هنا، وده وهنبدا في سيستم تاني جديد. طيب هو ان شاء الله الباوربوينت ده هحوله بي دي اف واعمل له ابلود يعني على ال ام اس. تمام. طيب ده كده نوع تاني من ال pulse modulation برضك، اللي هو اسمه delta modulation. delta modulation في التو topics دول يعني الصراحة انتوا يعني تاخدهم في اكتر من مكان، بس انا همنشن الاكويشن بتاعتهم لو حد عنده سؤال يسأل يعني. ولكن المفروض ان انتوا تشوفوا يعني النايكوست كرايتيريا، النايكوست ماكسيمم داتا ريت لما يكون في عندي ترانسميتر. انا يعني اشرحها بسرعه لو حد عنده اسئله يسأل يعني. ترانسميتر وريسيفر، وفي تشانل هنا
او ترانسميشن ميديا ليها باندويث ساعات بنسميه بي تي او بي دبليو واتيفر بي تي. خلاص اقدر ابعت ديجيتال سيجنال بريت قد ايه علشان اقدر في عند الريسيفر هنا بعد ما يحصل فيها ديستورشن وانترفيرنس ويحصل فيها والداتا فيها نويز وكده اقدر ارجعها تاني. خلاص فنايكوست عمل حاجه حدد الـ طبعا هيحصل ديستورشن بناء على الباندويث فبالتالي قال ان الماكسيمم داتا ريت ار او الداتا ريت ار ايكوال بي 2 بي لوك ذا بيست 2 ام. ومعلش احنا يعني استخدمنا هنا ليفل يعني ده نمبر اوف ليفلز. خلاص الليفلز هنا غير الليفلز اللي مستخدمه في الليفلز هنا غير الليفلز المستخدمه في في الكوانتايزيشن. دي النمبر اوف ليفلز اللي هبعتهم على التشانل هنا. طيب عمرو محمد ايه يا دكتور انت خدت الايكويشن دي قبل كده صح؟ خدناها في اول سكشن. طيب الام دي عباره عن ايه؟ لا ما انا مش عارف عشان انا حضرتش اول سكشن. طيب دلوقتي لو انا هبعت باينري سيجنال هيبقى عندي تو ليفلز 0 مثلا فولت و5 فولت. خلاص لو انا بناء على كده هوصل لداتا ريت معين لو عاوز ازوده هعمل ايه؟ هاخد دون التي بي اهو ماشي هاخد كل 2 بيتس كل 2 بيتس وخليهم ده سيمبل معين يعني هيبقى عندي هنا مثلا 4 ليفلز. لو انا عندي 0 هيبقى ايه مثلا خلينا حاجه سهله مثلا لو قلنا دي 6 فولت فيبقى دي 2 4 6 فهبعت 4 ليفلز 0 وال2 وال4 وال6 خلاص. فبس لو هبعت ليفل هيقعد ثابت لفتره كبيره في الحاله دي ايه اللي هيحصل؟ الفكره كلها ان بقلل الترانزيشنز اللي بتحصل هنا. لو عندي ترانزيشن كل تي بي يعني مثلا كل مثلا 1 ملي سكند بيحصل ترانزيشن هنا كل 2 ملي سكند بيحصل ترانزيشن. فبالتالي دي كباندويث محتاجه باندويث اقل من دي. خلاص الريليشن شيب ما بينهم فين اهو ده النمبر اوف ليفلز اللي هبعتهم ثرو للشانل. يعني مش هبعت باينري سيجنال ولكن هبعت 4 ليفلز ده عشان اقدر ابعت داتا ريت اكتر. خلاص ده نايكوست. وفي شانون ده نايكوست شانون جاب ايكويشن تانية قال عرف حاجة اسمها سي اللي هي channel capacity channel capacity او اللي هو R maximum دوان بيساوي B log to the base 2 1 plus signal to noise ratio. طبعا هنا ديان بيتس بير سكند وديان بردك بيتس بير سكند. عمار ياسر عمار
لا انت بتعمل ان ميوت بس مش سامعينك. عمار ياسر هو بيتكلم تقريبا يا دكتور بس المايك بتاعه مش شغال تقريبا. اما بقول له لو هو بيستخدم هيدسيت او حاجه ممكن يستخدم السبيكر على طول. شكلنا هنلغي حته الاونلاين دي ونعمل محاضرات في الكليه احسن. محمد بهاء. يا دكتور ايه الفرق ما بينهم؟ الفرق ما بين نايكوس ديان وشانون؟ دكتور اتفضل يا عمار. هو انا مش فاهم السؤال. معلش علي صوتك شويه. انا مش فاهم السؤال. ايه الفرق ما بين التو كويشنز دول؟ ده بيدي ايه وده بيدي ايه؟ دي للباندويث ودي للشانل كاباسيتي. ده مين فيهم؟ اللي فوق باندويث. الباندويث اللي هو بي تي او بي احنا مستخدمينه بي. تمام ماشي. معلش انا كتبت هنا اهو بنسميه بي دبليو او بي تي او بي يعني. فاحنا ده بي استخدام بي اللي هو الشانل باندويث. تمام. فايه الفرق بين الايكويشن دي والايكويشن دي؟ واحده بتعتمد على النمبر اوف ليفلز هنا الاولانيه دي الام اللي فيها ام بتعتمد على النمبر اوف ليفلز. بتعتمد على النمبر اوف ليفلز ماشي. وده ما بيعتمدش على النمبر اوف ليفلز. تمام. ها تمام. يعني الشانون دي اللي هي اللي بنعمل يعني بنعمل حساب النويز تقريبا. بالضبط بنعمل حساب النويز. هو الاثنين دول بيدوا الداتا ريت اللي هبعته هنا اللي ممكن ابعته في الداتا اللي ابعته في التشانل دي. نايكوست قال ايه؟ قال ان الداتا ليتر هتبعته بيعتمد على النمبر اوف ليفلز. كل ما تزود النمبر اوف ليفلز فايفينشولي انت بتعمل ايه؟ بتقلل النمبر اوف ترانزيشنز. يعني هنا لو باينري كل تي بي ببعت بلس فبالتالي الترانزيشنز هنا كل تي بي. لما هجمع اتنين مع بعض واعمل لهم كودنج يعني ايه؟ يعني هجمع اتنين مع بعض يعني ايه؟ هاجي للتو بيتس التو بيتس اللي عندي مثلا 0 0 وده السيمبل ده يعني ادي التو بيتس هم هقول 0 1 2 3 يبقى بدل ما هبعت يعني هبعت 2 بيتس وزن التايم طبعا 2 بي اللي هو سميناه سيمبل تايم. لا بدل ما هبعت 2 بيتس ممكن يبقى فيه ترانزيشن ما بينهم فهبعت سيمبل التايم بتاعه هو التايم بتاع الاثنين خلاص. فبالتالي هعمل ايه في الحقيقه؟ هجمع كل 2 بيتس انا هرسم هنا اهو خلي بالك هجمع كل 2 بيتس واوديهم ليفل معين. يبقى انا دلوقتي كل 2 بيتس بديهم ايه؟ ليفل معين واتيفر الليفل ده شكله ايه على حسب طبعا القيم بتاعته. فبالتالي اللي هيحصل هنا ان عدد الترانزيشن هنا هيقل. دي الفكره الاساسيه. ولكن مشكلته
يعني الريت اللي بيجي ده الريت اللي هيطلع، ده الريت ايه اللي هيطلع مش الماكسيمم. يعني لو استخدمت 2 ليفلز يبقى ديب 1 وبالتالي الداتا ريت هو ضعف الباندويث. لو استخدمت 4 ليفلز يبقى ديب 2 وبالتالي الداتا ريت ب 4 الباندويث. ده كده الريت اللي هستخدمه. شانون بقى عمل ايه؟ شانون اداك الماكسيمم، قال الماكسيمم بكام ماشي بناء على سيجنال تو نويز ريشيو. نايكوست ما دخلش سيجنال تو نويز ريشيو في الاعتبار، فثيوريتيكالي ان انا ممكن اوصل للداتا ريت انفينيتي خلاص، ولكن كل ما زود الداتا ريت هنا فالايفكت بتاع النويز طبعا ايه هيزيد، فبالتالي الايفكت بتاع النويز هيزيد، فبالتالي هنا ده مش هيبقى ابليكابل يعني عند يعني مش ده مش هيوصل للانفينيتي. يعني انا مثلا لو عملت مليون ليفلز ده وان الكويشن دي ابلايد برضه، ولكن بناء على نايكوست هنا انا عندي ماكسيمم اوصل له، فدين ابلايد از لونج از انا وزن الماكسيمم ده قبل الماكسيمم ده خلاص. فبالتالي وشانون على فكره عشان تكونوا عارفين هو مش التخصص بتاعه كوميونيكيشنز، ولكن التخصص يعني هو اشتغل في انفورميشن ثيوري يعني. فبالتالي هو طلع الايكويشن دي ده يحدد الماكسيمم كاباسيتي، بس ما قالش يتعمل ازاي، ما قالش اوصل له ازاي. اوصل له ازاي بقى دي محتاج كودينج عشان اعمل كده، وده اللي انتوا بتاخدوه او هتاخدوه في الانفورميشن ثيوري يعني. اعمل كودينج عشان اوصل لريت اعلى. من ابسط الكودينج ان انا اعمل ايه، ان انا اعمل استخدم مالتيبل ليفلز خلاص. فشانون ده ابلايد، شان ده يديك الماكسيمم، عشان كده اسمه ايه ار ماكسيمم، او الماكسيمم ده تريت يعني. لكن الار هنا ده اللي انت هيحصل الريت اللي هيجي لي لو هستخدم ليفلز معين خلاص كده. في حد عنده سؤال دكتور؟ معلش يعني انا في الجراف يعني احنا لما جمعنا كل 2 بيتس مع بعض ده زود عدد الليفلز فالداتا ريت زادت، هو كده تمام انا فاهمه صح؟ دول يحتاجوا باندويث اقل. تمام، عشان يعني الام زادت فالبي تقل صح؟ بص اعمل حته كده على جنب دون فاكرين هفكركم بكورس السيجنالز اكس اوف تي، وهنا التي لما يكون عندي سنجل بالس بالشكل ده في الفريكونس دومين هتبقى عباره عن ايه؟ سينك صح؟ طيب لو انا البالس دي كبرتها كده في التايم ايه اللي هيحصل في الفريكونس هنا؟ هتبقى سينك بردك، بس ايه؟ التايم بتاعها اقل، مش ده 1 اوفر تاو، التاو اللي هي دي لو سمينا ده تاو 1 هيبقى ده 1 اوفر تاو 1، لو سمينا ده تاو 2 يبقى الانترسكشن مع 0 ده تاو 2. ايه اللي حصل لما البلس تايم وايز كبرت؟ حصل ايه في الفريكونسي بتاعها؟ قل. فبالتالي في الحاله دي يقدر يفت في التشانل اللي بان وسطها قليل. تمام شكرا. فبدل ما عندي مجموعه بالسز رفيعه هيبقى عندي مجموعه بالسز عريضه. واضح؟ واضح يا دكتور. طيب في حد عنده اي سؤال تاني؟ طيب زي ما قلنا التوبيك اللي بعد كده هو دلتا موديليشن، وده نوع تاني من البلس موديليشن. لما هناخده هناخد برضك زي ما اتكلمنا على اي نوع موديليشن بناخد الموديليتور بتعمل ازاي، والدي موديليتور عند الريسيفر، وان كان في ايرور زي ما اخدنا في البي سي ام سيستم يعني. طيب هو دلوقتي ردي عادي 9 الا ربع، اعتقد ان احنا ممكن نقف عند
التوبيك ده عند النقطه دي، والمره الجايه ان شاء الله نبدا بالدلتا موديليشن. في حد عنده اي سؤال؟ ان شاء الله المره الجايه هتبقى في رمضان، فهنتابع المواعيد اللي ان شاء الله الجديده اللي احنا اتكلمنا عليها في الاول. لو مفيش حد عنده اي سؤال هقف لغايه هنا. واحنا